اهلا وسهلا استاذ جينك. اهلا فيكي. بتحب تاكل؟ جهز لك شيء؟ لا لا، ستي بغرفتها شيء؟ بغرفتها عم ترتاح شوي. كيف صرتي؟ منيحة. الأخبار هلأ عندك؟ كيف كانت المقابلة؟ منيحة، كانت منيحة وإيجابية، يعني ناطرين خبر من الجماعة هلأ. فرحتني كتير، إن شاء الله بتجينا أخبار منيحة. إن شاء الله يا ستي، طبعاً أنت لا تحرمينا من دعواتك. عم أدعي لك يا ابني، خلي هالأزمة تمر على خير، وبعدها أنا كمان رح انسحب شوي، بدي أتفرج على ابني وأفتخر فيه. أصلاً لا تشغلي بالك بمواضيع الشركة لهي الدرجة يا ستي، أنا رح صلح الأمور بأي طريقة، لا تاكلي هم. ما عندي شك بجهودك، بس بعرف كمان إنه هالشي رح يكون صعب. الله يكون معك يا ابني. آمين يا رب. طيب انت ارتاحي هلا. ماشي يا ابني. جينك، أهلا وسهلا ابني، ممكن نحكي شوي؟ مو هلا. جينك، مو مبين عليك انك منيح، شو صاير معك؟ جينك، جينك، ليش عم تتصرف معي وكأني ماني موجودة؟ انا شو عملت لك بالله؟ ماما، ما بدي احكي مشان ما ازعجك، لو سمحت. ماما، شو عم بيصير؟ فهمنا، لا تتدخلوا انتو، خلص. ماما، مبين انه اخي معصب، لو سمحتي لا تضغطي عليه اكثر. قلت لكم لا تتدخلوا. تصرف هاد هلأ؟ شو يعني هلأ خلص كل شيء وما ضل في مشكلة إلا هالأرض اللي ما بتسوى 3 قروش؟ ايه، وانتي شايفة الأرض اللي ما بتسوى 3 قروش كتير علينا، مو هيك؟ والله مو معقول، مو معقول. أنا ما عاد عم بعرفك، انت شو ما صار معك مشاكل ومع مين ما كان تجي وتفش خلقك فيني. ممكن تكوني انتي السبب بالمشاكل اللي عم عيشها، فكرتي بهالشي؟ هلأ هيك يا ابني، طلعت أنا المذنبة هلأ، برافو عليك. يعني انت حتى مانك ملاحظ انه مشغول بالي عليك أبدا. هيك لكان بالك مشغول. ايه طبعا، انا ما كان عندي الا شيء واحد يساعدني اخذتي من ايدي، وهلا عم تتفرجي على الحاله اللي وصلت لها. الان على خطتك، معك حق. شوف، طبعا انا ما بعرف شو اللي صار بينك وبين عزراء، بس لا تضل تلومني على اللي عم تعيشه معه، لانه انا مالي ذنب. ما انا اصلا من لما قلت لك اني بحبها ما بقى في شيء بيهمك غير انه تخلينا ننفصل. ابني انت مالك مستوعب شيء ابدا ابدا. انت كنت بالنسبه لعزراء مجرد شخص فيها تقضي معه وقت ظريف، هي الحقيقه، تقبلها بقى. انت ما لك اهميه عندها. عزراء بعد ما خسرت القضيه انقهرت وصارت تفكر بحالها وبس، وهلا ما عم بتشوفك قدامها بنوب. هي كلها كانت احلام فاضيه، وانا هذا اللي كنت عم حاول فهمك اياه من البدايه. ابني بدي اسالك سؤال واحد، كوني صريحه معي. انت قلتي شيء لعزراء امي؟ مثل شو؟ اي شيء ممكن انه يبعدها عني، اي شيء امي. عزراء راحت من هون على السكيت ومن دون ما تقول اي شيء لحدا، واخر شيء عملته الخانم انه تخانقت مع جانسو. بس اذا زعل الكلام اللي قالته ستك عن البنت اللي خربت العلاقه بينك وبين جانسو، هذا الشيء انا ما بعرف. جينك، امي تركيني بحالي بقى. امي لوين رايح هالمره كمان؟ ماما اتركيه، خليه يروح، خليه على راحته، خلصنا. لك شو؟ شو؟ حردتكم انتو كمان ضدي؟ كلكم صرتوا تعتبروني عدوة؟ شو؟ ماما انتي مستوعبة شو عم تحكي؟ ها؟ آسفة، أعصابي تعبانة شوي أردا، لو سمحت تتركني لحالي. أردا، ميليس، شوي شوي عم يقرب الوقت اللي بدي انسحب فيه من هالتعب كله والشغل يا شباب، وحمل بيتنا وشغلنا كله هلأ صار على كتاف أخوكم جينك. لا تفقدوا حبكم واحترامكم إله أبداً، أنتوا لازم تعبروا له عن احترامكم وثقتكم مشان هو يرعاكم ويحميكم ويدافع عنكم.
نحن عم نمر بأيام صعبة وهو بحاجة إلكن. يمكن هي أفضل الأيام لحتى نكون إيد وحدة. تأملوا بالأفضل وكونوا مستعدين للأسوأ مثل كأنه رح يصير. أخوكن هو سندكن وخيمتكن وكل شي بالنسبة إلكن.